نعمة لكم وسلام من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح. آمين. أيها الأحباء في الرب، عيد الشكر هو عيد مميز في الكنيسة الأسرية. ففي أول أحد من شهر تشرين الأول أكتوبر من كل عام نحتفل بهذا العيد. ولهذا العيد تاريخ حافل لابد أن نطلع عليه بعض الشيء. في الواقع في الأساس هذا العيد، عيد الشكر، هو عيد مش أسري، هو عيد كنعاني. فالمزارع الكنعاني في القديم قبل حوالي 4000 سنة ومع قدوم فصل الخريف وموسم التين والعنب والرمان والزيتون كان يخرج إلى الجبال والسهول ويعزم هناك. بجوز الكبار في العمر منا لسه متذكرين هذا الشيء، الصغار بطلنا نعزم، بس أنا متذكر وأنا صغير لما كنا نروح جبل الزيتون كانوا كثير ناس يعزموا، يقعدوا أسبوعين ثلاث في الخلا يجدوا الزيتون. في الليل كانوا يجتمعوا حول النار الكنون وكانوا يغنوا أهازيج شعبية، كانوا يقرأوا لبعض ويحكوا قصص وكانوا يرقصوا دبكات شعبية. ولكن بعد انتهاء موطن القطار كانوا كلهم يروحوا على المعبد وهناك يقدموا لله أحسن أنواع الثمار. وهي العادة ما زالت لسه موجودة عندنا، بنروحوش على المعبد، ولكن كل المهرجانات هاي اللي بيعملوها مين عنده أكبر خسة ومين عنده أكبر رمانة ومين عنده أحسن غلة، هذه بقايا هذه العادة الكنعانية اللي كانت منتشرة في القديم. طبعا الكنعانيين في هذاك الوقت كانوا يعبدوا إله البعل، وإله البعل هو إله الخصم، يعني هو الإله اللي كان يعطيهم الثمار، وبالتالي كل حياتهم كانت مربوطة بهذا الإله، لأنه إذا البعل ما أعطاهم الشتاء فيش محصول، وإذا الدنيا بتكون محل معناه لا في أكل لسنة كاملة. هذا هو أساس عيد الشكر. ولكن قبل تقريبا 3000 سنة حصل تغيير في فلسطين. المزارعين اللي كانوا عايشين على الزراعة وحياتهم مرتبطة بالمطر صار عليهم تغيير تاني، لأنه مع نشوء الإمبراطوريات في العالم القديم صارت للأسف فلسطين بلاد محتلة. كل إمبراطورية تصعد كانت إجمالاً تيجي تحتل فلسطين، من الأشوريين للبابليين لليونان للرومان، وبالتالي الشعب صارت حياته مرتبطة كتير بالسياسة، واللي حديث اليوم إحنا حياتنا كتير مرتبطة بالسياسة. في هذه الفترة عيد الشكر أخذ معنى ثاني، صار هو عيد العرش عند اليهود اللي بيحتفلوا فيه هذا الأسبوع، واللي بتذكروا فيه تحريرهم من مصر، خروجهم من العبودية. يعني العيد اللي كان بالأصل عيد للمزارعين الكنعانيين، عيد عن الخصم، صار عيد لبعد سياسي، يتذكروا فيه الناس إنه الله خلصهم مرة من الإمبراطورية من فرعون، وبالتالي كانوا يصلوا حتى الله يخلصهم من باقي الاحتلالات اللي ظلت تيجي على فلسطين. عشان هيك اليهود اليوم بتشوفوهم بيبنوا العرش، واللي هي مش مربوطة في خروجهم من مصر بقدر ما هي مربوطة في اللي كانوا يروحوا يعزموا في السهول وفي الحقول. ولكن اليوم طبعا العرش او الخيمة صارت كمان رمز
للناس المشردين في الشرق الأوسط اللي لحديث اليوم بيستنوا باليوم اللي الله حررهم. بتطلع على الخيام الموجودة في الأردن للمهاجرين السوريين مش عايشين في عرش ولكن عايشين في خيمة. هربوا من سوريا ولكن ما زالوا تائهين ينتظروا الخلاص. إذا هذا هو أصل العيد. ولكن هذا العيد عاد ليطل برأسه من جديد بعد عيد الإصلاح. بعد الإصلاح في أوروبا في القرون الوسطى المزارعين الألمان رجعوا يحتفلوا بهذا العيد لأنهم مزارعين، وبالتالي كانوا يحتفلوا فيه بهذا الوقت أول أكتوبر لأنه في هذا الوقت هو كمان موسم الحصاد في ألمانيا. وإذا كان الحصاد منيح كانوا يروحوا على الكنيسة ويعملوا احتفال كبير، وإذا كان المحصول مش منيح كانوا يطالبوا بالصوم والصلاة حتى الله يعاود يحن عليهم ويعطيهم الشتاء. ولكن مع القرون 19 و20 والثورة الصناعية أكثر الناس بطلت تشتغل في الزراعة، وبالتالي بطلت تشعر بمعنى هذا العيد لأنه صارت تشتغل يا في المزارع يا في المؤسسات أو في القطاع الخاص. يعني بطلوا يشعروا أنه حياتهم مرتبطة بالله وبالتالي بالمطر. بتذكر لما زرنا مع العمدة أول مرة مدينة مايشينغن اللي هي كنيستنا الشقيقة. تعرفوا بمايشينغن هناك مصنع مرسيدس، وقال لي وقتها القسيس يوهانس، قال لي بتعرف لما عند الناس بالطائفة تصلي خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، بيصلوش لله بيصلوا للمرسيدس لأنه المرسيدس هو اللي مشغلهم. وأنا بهمني إنهم يعودوا يشعروا إنه هاي النعمة الشغل هي من الله مش من مرسيدس. إذا مع الثورات المتعاقبة مع الثورة الصناعية بطلنا نشعر معنى عيد الشكر. يعني ثلاثة أرباعنا اليوم فيش حدا بسمعه بقول الزيتون حامل السنة ولا مش حامل، تسألني بعرفه لأنه حياتنا بطلت مرتبطة هالقد بالزيتون. وإذا ما فيش زيتون بالسوق نروح على السوبر ماركت نشتري زيتون مستورد من بسرويش. ما فيش زيت نستبدله بزيت الذرة أو المازول. ما فيش تفاح في الجولان نستورد من إسبانيا. إذا الثورات الصناعية والمعاصرة سرقت منا هذا الشعور إنه حياتنا مرتبطة أولاً وأخيراً بالله. لذلك أيها الأحباء لابد أن نكتشف اليوم من جديد معنى عيد الشكر. عيد الشكر مش معناه إنه نقول لله شكراً وكأنه الله طول هالسنة واقف مسكين بيستنى بس يجي حدا يشكر. الله أكبر من هيك بكتير. الشكر مش مهم لله، الشكر مهم إحنا إلنا. عيد الشكر بذكرنا إنه حياتنا برمتها هي نعمة. بتذكر أنا طفل صغير لما كنا نقعد نتعشى أو نتغدى كان يقولوا الله يديمها نعمة. اليوم بطلت أسمع هاي الكلمات لأنه بطلنا نشعر إنه هذه المائدة هذا الأكل اللي بناكله معنا فيه 30 نوع جبنة و50 نوع عام، بطلنا نشعر إنه هذا نعمة. بس مش لازم نرجع ونصير مزارعين حتى نشعر بمعنى عيد الشكر. عيد الشكر بده يذكرنا إنه حياتنا كلها نعمة. مرات بسمع ناس بيقولوا عن فلان واو هذا فتت زمانه عبقري. طب هاي شطارته هو؟ الذكاء اللي هو عنده ورثه من عيلته موجود في الجينات مظبوط، هو بيجي يصور ويشتغل عليه ولكنها نعمة من الله. الصحة نعمة من الله.
فيش حدا بيقدر يعطي حاله صحة، بيقدر يدير بالها صحته، بس بيقدرش يعطيها في النهاية الصحة من الله. الجمال بصيرش وحدة تكون بشعة كثير تقدر تصير فرد مرة كثير حلوة، لأنه الجمال نعمة. الأطفال حتى لو مع كل الألوان اللي بتحط على وجهها نعمة. الأطفال اللي الله معطونا إياهم نعمة. المرأة الزوج نعمة. الوظيفة اللي احنا حصلنا عليها نعمة. عيد الشكر يعيد إلى الأذهان أن حياتنا بكل تفاصيلها من الصغيرة للكبيرة هي نعمة لا نستحقها. أيها الأحباء، اللي بيعيش بهذا الشعور بيعيش بطريقة ثانية، تتغير حياته، بيعيش سعيد، بيعيش في قناعة، بيعيش بشكر ربه ليل ونهار. عشان هيك القدماء قالوا بالشكر تدوم النعم. يعني لما بنشكر الله بيزيد علينا النعم، واذا بنضلنا نجر زي ما بيقولوا في بيت سحور بنجر ورانا البلد. ليتنا نعيد اكتشاف عيد الشكر، ليتنا ندرك عظم النعم، ليتنا نشكر الله على عطاياه، مش بس عطاياه الماديه بل على كل عطاياه، فننعم بحياه سعيده.